معانا على التليفون الأستاذ الحسيني الكارم والد سبحنا البطل محمد الحسيني بعد إنجاز البعثة المصرية. أهلا 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 أهلا. أهلا بك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب. محمد أخباره إيه؟ طمنا عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا هو أنا عايز أقول لك بس الكابتن خالد شلبي قاهر الماتش سنة 83 بذراع واحدة. حبيبي. يعني بطل. بذراع واحدة. بطل. يعني برضه زي انت قلت المصريين دول كبابره، لا المصريين دول كبابره. اوه ولا اي كبابره. يعني احنا كمان بس احنا كبابره في الخير. طبعا. أيوة. لا وفي الابداع عشان طبعا عارف. يعني طبعا انت يعني الكابتن خالد شلبي والمعالي الوزير اشرف صبحي من 2019 الفكره بتاعت فريق تتابع مصري الماني دي من 2019 ولدت الفكره دمج فكره الدكتور والكابتن خالد شلبي ومعالي وزير الشباب والرياضه. حلو قوي. وجيه وجوم الالمان هنا في مصر 2019 وتقريبا محمد كان قبلك لما قابلك وقال لك. ايوه لما اتقابلنا عندنا هنا هو في الكوريدور قدام. أيوة. قدام الاستوديو بتاعنا. بالظبط. وكان في فريق دمج وكان جه وكان الدكتور اشرف صبحي متابع ومع الكابتن خالد كان استضافهم في الغردقه وحصلوا ورسيوا على الاثنين الاحتياجات الخاصه اثنين احتياجات خاصه المان. واحدة حركي واحدة ذهني. واخد بالك؟ فدي الحدث ده نفسه اصل ده يعني لو خدت بالك ده سياسي رياضي يعني انت عملت خريط دولي وخريط دمج اسوياء مع احتياجات خاصة. يعني كابتن شروت بطلة اولمبياد سنة 84 سوية. احمد اسامة خمسة كلية هندسة بطل بورسعيدي. واخد بالك؟ كابتن خالد شلبي طبعا ده البوس بتاعهم كلهم وكابتن عالمي بدراع واحده برضه وبطل منش هو محمد وكابتن خالد اهو. ومحمد الحسيني ده ابن وتلميذ مع خالد شلبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فتركيبه يعني تركيبه عملت دمج دولي ودمج دمج بين الاحتياجات الخاصه والاسوياء. ودمج كمان بين الجيل الاجيال الرواد بيسلموا الاجيال الصغيرين. صح. خالد شلبي صح ابنه ومدربه. وبعدين في مفاجاه كمان كابتن خالد شلبي مجهزها كذا حاجه جاهزه تاني لمصر وبعدين عايز اقول لك حاجه يا استاذ يوسف خالد شلبي ومحمد كانوا حاولوا المحاوله دي في 2017 وعلى اساسها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم محمد في منتدى شباب العالم. كان محمد عمل 17 كيلو في 6 ساعات في بحر المنش كان محاولة فردية. بس هقول لك بقى الفرق بين 2017 وفرق بين 2022. انت هنا معاك بعثة معاك وزير شباب والرياضة كان بيتابع كل يوم حتى هنا التمرينات عاملة ايه؟ بقول لك من 2019 بيجهزوا للفريق دوت وكده فبيتابع كل يوم ضرب محمد ازاي؟ الكابتن خالد عمل ايه؟ البعثة اللي سافرت معاك احمد عبد الخالق بتاع السياحه الرياضيه حسام هندي المركز الاعلامي بتاع وزاره الشباب والرياضه لا بص انت رايح معاك وزاره وده دايما بقولها انت عشان تطلع حاجه قويه لبلدك محتاج ثلاث حاجات مثلث انتاج. المثلث الانتاج ده عباره عن ايه؟ اسره بتشجع وبتربي طبعا دوله اللي هي متمثله في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ساعدنا وقاعد متابع وبيشجع الولاد. الكابتن يعني الكابتن الفاهم المتخصص الفاهم المتخصص المثل القادر على الاحتواء والقدوه طبعا القدوه خلي بالك طبعا خالد شلبي ده قدوه طبعا طبعا هي التركيبه كده زي ما شرحتها بالظبط بتطلع حاجه تطلع حاجه طبعا واخد بالك فما في يعني ما تنفعش تقول الدوله لوحديها وما تنفعش تقول الاسره لوحديها ولا تنفع تقول المدرب لوحديه عشان ما نظلمش حد. صحيح. على كل انا ببارك لك وبهنيك وربنا يا رب يخليه لك ويفرحك بيه دايما ويفرحنا كلنا الحقيقه بانجازاته. في حاجات جديده قريبه هتسمعها من كابتن خالد شلبي قريب قريب.